السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله حبيت نتكلم على موضوع الريفيزيون. راح نمد لكم دي كونساي اذا خدمتوا بهم راح توفروا لارواحكم جهد كبير وتصيبوا دي ريزولطا شابه بزاف. صح، ايماجيني تجيب الباك معدل 15 وثاني بلا ما تحس روحك قريتو، والى راك تشوف في هذا المعدل بعيد عليك بزاف، جرب هذه النصائح وشوف النتيجه، ولا على الاقل جربهم لمدة 4 أسابيع ورد لي الخبر. نخليكم مع الفيديو إن شاء الله يعجبكم. الريفيزيون حاجة إسانسيال باش تجيب الباك. على هذه أنا راح نمد لك 10 نصائح باش تكون الريفيزيون تاعك سامبل إي طري فاسيل. بروميرمون، إيفيتي لو ماكسيموم القهوة والكافيين. سي فري القهوة تخليك تكونسونطري، مي أبري أون بيريود راح يولي الكور تاعك مدمن عليها وما تقدرش تخمم بلا بيها، معناتها راح تولي تشرب كونتيتي كثر وما تصيبش حل هذا البروبليم. واللي مول في يشرب هذه القهوه يزيد لو ماكسيموم كيفاش ينقص منها. لا دوزيام كونسي اللي نمدو انك ما تريفيزيش اكثر من ساعه، ما تقعدش ساعه وانت تريفيزي من بعد تزيد تريفيزي حاجه اخرى اخرى موراها. بعد كل ساعه نوض تمشى شويه، قيس 5 دقائق ولا 10 دقائق وعاود ولي. بعدها راح تحس روحك انك بديت من درجه جديد، وذهنك راح يقدر يتلقى دي زانفورماسيون جدد. ما تنساش انا قلت 5 دقائق ولا 10 دقائق ماشي اكثر. الحاجه المهمه من انك تنوض كل ساعه باش تروبوزي هي انك جامي تنوض في وسط الموضوع اللي راك تقرا فيه، يعني تكمل الفكره اللي راك تقرا فيها حتى لو كان تطلب منك اكثر من 10 دقائق، يعني 10 دقائق زياده ولا اكثر معليش، المهم لازم تكملها من بعد تنوض. لا تروازيام كونساي، حاول كيفاش تلخص دروس قبل ما تراجعهم. واللي مش مول في لخص راح نمد له طريقه بسيطه وفعاله يستخدمها. اولا اقرا الدرس تاعك، من بعد تسطر ولا لون الكلمات والمفردات اللي تعرفهم باللي مهمين في هذاك الدرس. من بعد حاول كيفاش تجمع هذوك الكلمات اللي سطرتهم ولا لونتهم في نص ولا ملخص ولا مخطط ولا اي شكل من الاشكال اللي تساعدك باش تخزن هذوك لي زانفو في راسك. لا كادرين كونساي راح يكون على جدول ريفيزيون. جدول ريفيزيون من حوايج ملاح بزاف اللي لازم ديرهم، مي الا كان يدي منك اكثر من 10 دقائق باش تخدمو ومن بعد ما تداومش عليه سي با لا بان ديرو. سيرتو هاد كل البنات اللي يبقاو 4 ايام يرسمو ويلونو في الجدول من بعد يريفيزو بيه في نهار ويخلوه، ولي كونديدا ثاني لازم تداومو عليه وتتبعوه باسكو ما عندكمش حاجه تنظم لكم الوقت. وثاني يسيي كيفاش ما تربطوش بوقت ولا موعد محدد، مثلا تقول نقرا اليوم شويه عربيه صباح وشويه مات عشيه وشويه استوار جيو في الليل. ليسونسييل ما تربطوش بموعد ولا وقت محدد، وكل ما كان جدول ابسط ومش معقد كل ما قدرت تطبقه وتداوم عليه. النصيحه الخامسه، لي زيتود ولي ريشيرش اللي نديرو على لا ريفيزيون كامل اكدت باللي سبور مهما كان نوعه فريمون يزيد في قدره الاستيعاب، على خاطر سبور يزيد في لا فيتاس تاع الدوره الدمويه، يوصل كونتيتي كبيره من الدم للمخ. الوغ توجور خلي من 15 مينوت ل 20 مينوت في النهار دير فيها شويه سبور. النصيحه السادسه، كي تكون راح تريفيزي في الكور تاعك اقرا اولا عناوين رئيسيه، علاه؟ اوموا باش تعرف علاه ما رايح كي ابيبري، وهذه الطريقه راح تخليك تشد الدرس بطريقه مختلفه وسهله على وجه تعود. لا سيتيم كونساي، انك ما تضيعش وقت في اي حاجه تحتاج انك تحفظها. افضل طريقه انك تكتب هذه الحاجه اللي حبيت تحفظها في ورقه وتعلقها في بلاصه قدامك، يعني تشوفها بزاف شومبرا تاعك مثلا ولا اي بلاصه، هكا تحفظها اوتوماتيكمون بلا ما تفيق، على خاطر راح تولي تشوفها كل يوم. النصيحه الثامنه، الفيسبوك والتويتر والانستغرام هذو هما اعداء الريفيزيون، الور لازم تتاكد انك تطفي الويفي كي تكون راح تبدا، ورد بالك تخمم باش تفتحو في هذوك 5 دقائق اللي تروبوزي فيهم. النصيحه التاسعه، كي تكون راح تريفيزي في حاجه ريفيزيتها من قبل من الاحسن انك ما تراجعهاش من نفس الورق ولا الكتاب اللي رجعت منه الخطره اللي فاتت، باسكو عقلك راح يعاود نفس الخدمات تاع الخطره اللي فاتت وراح توصل نفس الريزلت. من الاحسن انك تريفيزي من كتاب ما رجعتش منه من قبل باش تروماركي اي اختلاف ما روماركيتوش من قبل يفيدك في لا ريفيزيون. النصيحه العاشره والاخيره، واللي هي مش مجرد نصيحه، هي واجب على كل واحد فينا، الا وهي الدعاء بالتوفيق والصلاه. الصلاه بغض النظر على انها واجب على كل مسلم هي غذاء للروح، على خاطر الانسان كيكون تعبان ورامو بعد ما يصلي يحس براحة كبيرة وطمأنينة، وهذا اللي يحتاجه كل طالب مقبل على شهادة البكالوريا. وقبل كل شيء ما كاش إنسان يجيب الباك إلا وربي سبحانه شاء أنه يجيب الباك. ألور كيفاش حبيت تدعي ربي باش تجيب الباك معدل مليح وانت ما تصليش؟
وتستنى ربي سبحانه يتقبل دعائك.